مساكم الله بالخير متابعي برنامج تم على قناة اس بي سي، وكذلك رحب باللي يستمعوا لنا عبر أثير إذاعة الرياض. نبدأ حلقتنا كما هو المعتاد ومواكبة لتطورات في الميدان فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا وكل الجهود المبذولة، وكذلك رسالتنا في رفع الوعي في هالجانب. هناك مجموعة أخبار، لكن ابتداء نبدأ بهذا الخبر الأهم ولا خبر آخر غيره أهم. نتحدث عن قمة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم، حيث رأس القمة الافتراضية لمجموعة العشرين وأعمال قمة مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19. ورحب خادم الحرمين الشريفين أيده الله بقادة دول العشرين، وقدم لهم جزيل الشكر على مشاركتهم، مؤكد أن هذا الاجتماع جاء لتلبية مسؤولية قادة أكبر اقتصاديات العالم لمواجهة جائحة كورونا، والتي تتطلب من اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة. وقدم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل. من جانب آخر، أكد قادة دول العشرين في البيان الختامي للقمة الاستثنائية حول فيروس كورونا عزمهم على بذل الجهود من أجل حماية الأرواح واستعادة الثقة وحفظ الاستقرار المالي، وقرروا ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة. يعني كم هو فخر لنا أنه إضافة للقصة التي نفخر فيها بالجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لدينا هنا في المملكة، ولا ننسى كلمة الملك سلمان الله يحفظه لما تحدث للمواطنين والمقيمين وتحدث عن الأوضاع الصعبة العالمية، وأننا بتضامننا بتكاتفنا نستطيع أن نتجاوزه، وبالتأكيد كلنا مسؤول وكل لدي مسؤولية مهما كان تواجده ومهما كان ارتباط، وكلنا هدفنا واحد أن نتضامن جهودنا بالمسؤولية وبالوعي وبلزوم منازلنا وعدم الاختلاط. وكذلك كم هو فخر أن أنظار العالم، كل العالم، تتجه صوب الرياض هنا في الرياض، والملك سلمان الله يحفظه يرأس قمة العشرين، والنتائج التي يمكن تحدثنا عنها في مواجهة هذا الفيروس من خلال هذا الدعم الكبير لبذل كل الجهود حتى نقف صفا واحدا في كعالم واحد لمواجهة تحدي واحد. خل نروح لخبر آخر كذلك. يمكن اليوم المؤتمر الصحفي أعلنت وزارة الصحة عبر متحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي عن تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، كما أوضح أن عدد الحالات المسجلة للممارسين الصحيين هي 23 حالة من الإجمالي 1012 حالة، ولا يوجد لإصاباتهم ارتباط بتفشيات في المنشآت الصحية باستثناء منشأة بالرياض تم إغلاقها. وكشف العبد العالي عن تسجيل 4 حالات تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 33 حالة ولله الحمد. خلنا نشد حيلنا إن شاء الله نقدر بحول الله بالتزامنا أننا نوصل للصفر إن شاء الله من الحالات المسجلة، وننتقل بإذن الله إلى المراحل الثابتة والمتزنة في مواجهة هذه الأزمة، وإن شاء الله القضاء عليها لدينا في المملكة. خل نروح لأمر آخر له ارتباط اليوم، حتى يمكن كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين عن تنظيم جديد ينص على أن كل هايبر ماركت لا تدخل إليه إلا أعداد محدودة من المتسوقين، تبدأ من 25 شخص وتزيد حسب المساحة. نتابع هذا التصريح سويا. طيب جاهز الفيديو بدر، مخرجنا بدر. طيب خلينا نتابع هذا الفيديو. التنظيم الجديد ينص على التالي:
كل هايبر ماركت لا تدخل إلا عدد محدد من المتسوقين حتى نضمن الاحترازات والاحتياطات الصحية الكاملة حسب المساحة المخصصة لكل متجر، تبدأ من 25 شخص وتزيد حسب المساحة التي تنصح بها وزارة الصحة. لذلك هذا هو تنظيم جديد، حتى لو رأيتوا متسوقين خارج الهايبر ماركت في صور أو مقاطع فيديو، هذا تنظيم وليس تدافع أو ازدحام على الهايبر ماركت. نحرص في كل أعمالنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل المتاجر على أن تكون المسافات بين كل شخص وآخر في حالة التسوق المسافات الموصى بها طبيا، وهي بين متر ونص إلى مترين، وتكون هذه مسافات التباعد حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية. تطمنوا حتى لو شفتوا ناس واقفين خارج المتاجر، هذا سلوك صحي لحفظ سلامتكم وأمنكم. طبعا هذا مهم جدا. ليش؟ يمكن شفنا حتى مع يعني حظر التجوال في الوقت اللي يسمح فيه التجوال احيانا يصير عندنا ممارسات خاطئه، يعني احنا قاعدين نبعد عن موضوع التجمعات، وشفنا مثلا مقطع للتجمعات والزحام اللي صاير في مثلا في سوق الخضره على سبيل المثال، والان حتى يمكن حتى تدافع البعض. اول شيء ان شاء الله ما في يعني حاجه، وخلنا نتكلم بمنطق وعقل. يمكن الخوف احيانا السلبي عند الواحد يخليه يعني يقوم بتصرفات اما هو مقتنع فيها او يشوف العالم ويروح يمشي معهم. لا يا جماعه، سبق ان قلنا اطمئنوا، موضوع عندنا اكبر مخزون غذائي في الشرق الاوسط يكفي لنا الى سنه وسنتين قدام ان شاء الله باذن الله. عندنا جهود هذه اللي تشوفونها حتى للتجاره لضبط السوق ضبط الاسعار، تكلمنا عن تجار الازمات، الوزاره لهم بالمرصاد وحنا حتى كلنا مسؤول ولهم بالمرصاد بالتبليغ عن اي تاجر يستغل الازمه اما باحتكار او بتخزين كمامات ولا معقمات او حتى رفع اسعار اغذيه او غيرها. دورنا كبير في يعني الجانب. انا اكاد اجزم انه التاجر احيانا اللي خاصه تجار الازمات يظنون ان حنا كمستهلكين مغفلين. شلون؟ شوفونا هبينا، واحيانا تلقاهم يعني يجسدون انه والله المرحله والازمه ولازم نحتاط. لا يا جماعه اطمنوا، الحمد لله التزموا بس بالتوجيهات اللي تجينا، بلزوم البيت والابتعاد عن الاختلاط بالاخرين، ويعني هذا والغسل اليدين بالماء والصابون هذه نقطه. والنقطه الثانيه اتحدث عن انه لا داعي ابدا لهذا الهلع، ننظم اوقاتنا. احيانا التدافع في هالازدحام الشديد يخلي فرصه لهم انهم يحاولون رفع الاسعار، لكن دورنا لهم بالمرصاد، دوري ودورك ودور كل واحد مننا وكلنا لهم مسؤول. طيب خلينا نروح للخبر. يمكن الاحد الماضي اعلنت مؤسسه النقد العربي السعودي عن مبادره البنوك المحليه بتاجيل اقساط 3 أشهر لكافه العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانيه سواء كانت عقاريه او استهلاكيه او تمويل تاجيري ابتداء من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة. هذه المبادرة وجدت تفاعل كبير وتجاوب خاصة من قبل ممكن أكيد العاملين في القطاع الصحي، ويستاهلون جهودهم الكبيرة اللي قاعدين يبذلونها في الميدان في مواجهة الأزمة. لكن كان في ردود أفعال تطالب بالتأجيل عن فئات أخرى كذلك يعني من المجتمع، البعض طالب حتى يمكن أن تشمل كل المواطنين والمقيمين. تحدثوا وخصوا بعض القطاعات حتى اللي لها دور كبير سواء يعني الجنود على حد الجنوبي، او اتحدث كذلك عن رجال الامن اللي لهم دور كبير حتى يمكن بهالفتره في موضوع حظر التجوال، ما ينامون ويسهرون يعني طول الليل لمتابعه الامن والامان والالتزام بحظر التجوال، يرون حتى كذلك لهم حق. وكثر اللي لهم يمكن دور بالميدان والاعلاميين وغيرهم، كلنا كل اي حد في هالوطن يستطيع أن يقدم له دور لهالوطن، فبالتالي كانوا مطالبين أن تعم هذه المبادرة بشكل أكبر. تحدثنا مع دكتور طلعت حافظ وذكر يعني أن هذه كانت كمبادرة من البنوك، سألنا هل من الممكن أن تعم الجميع؟ لم تكن هناك ممكن إجابة توضح أن هناك رغبة أو عزم أو نية لدى البنوك السعودية بأنها يعني تؤجل الأقساط عن باقي الفئات أو عن الباقين. خلنا نأخذ يمكن وجهة نظر في هالجانب معنا المحامي الأستاذ عاصم العيسى المختص بالقضايا المصرفية والمالية والبنكية. حياك الله أخوي عاصم. أهلا وسهلا وحفظ الله الجميع. حياك الله عاصم. أبدأ معك، يعني
تساؤل مطالب، يعني المواطن والمقيم يشوف الحين مبادرات لبعض البنوك في بعض الدول القريبة من عندنا، حتى اقتصادهم يمكن أقل قوة من اقتصادنا، أو يعني حتى من نظامنا البنكي اللي عندنا يمكن من أحدث الأنظمة البنكية وأكثرها ثبات وأكثرها ربحية أتوقع عندنا. ويتساءلون طيب يا جماعة ليش مبادرتكم يعني ما تعم الجميع؟ هل هناك آثر يمكن يلحق البنوك خلاهم يتراجعون، أم من نتوقع أن يكون منهم مبادرة الأيام الجاية؟ عطني رأيك كمحامي مختص في القضايا البنكية. خالد، أولا الله يحفظ الجميع وجهود المملكة مشكورة. ما أدري وش وقتي بس خلنا أصلها قانونيا. نحن اليوم فقهاء القانون كيفوا الحالة إنها ظروف طارئة، بمعنى والفقه عندنا أمثلة كثيرة في الفقه وفي قضائنا في المملكة في قرارات المجمع الفقه الإسلامي كيف تطبق أو كيف تعالج هذه المرحلة أنها ظروف طارئة. بعطيك مثال، العقود التأجير سوق اليوم أجر في محل في عقد والتزام ومؤجر ومستأجر، ومع ذلك الدولة أمرت بإقفال سوق كامل. وبالتالي هل في الفقه منظم ذلك؟ هل للمؤجر أن يطالب المستأجر بهذه القيمة فترة الإغلاق؟ الفقه عالجها وقال لا، يعفى من هذا هذه الأجرة ولكي لا يضر المستأجر، وبالتالي نظم الفقه ذلك. أبجي من هذه، إذا خلنا نتفق نحن اليوم. طيب أندمبتد بهذا المثال يعني التوضيحي بس ما بيتعداه، لأن هذه بعد شريحة مهمة عندنا، شباب رواد أعمال بدوا بشركات ومنشآت، بدوا بمحلات، محلات مغلقة عندنا كثيرة وعليهم أجار. هل أفهم من كلامك أنه حتى قانونيا لما يكون في هذا التكييف الفقهي من المفترض أنهم يعفون من المؤجر عن أجار هالفترة دامهم ما في نشاط؟ خالد حبيبي، الظرف اليوم في اجتهاد فقهي شديد، الظرف هو ظروف الظرف طارئ، وبالتالي الظروف الطارئة لها أحكام في الفقه وفي القضاء. اليوم لذلك واحدة منها اللي ضربت لك منها الحالة، أنا ما قادر اليوم أني الفقه يقول تقدير الضرر وهو للقضاء، وأنا أعتقد أنه ستكون هناك قضايا وامتلاء ويعني تحمل للقضاء فوق طاقته بسبب هذه الظروف. لذلك يفترض أن يكون هناك تنظيمات من الجهات التشريعية والقضائية أيضا لهذه الحالات. أما الفقه فمثل ما ذكرت لك يسعف المستأجر لا يدفع الأجرة. طيب موضوع البنوك، بنوكنا هل يقاس على هذا عقود بنوكنا؟ وبالتالي أول شيء أبنتي اليوم أيضا لمقدمة ثانية، إذا خلصنا الفكرة الأولى نحن بظروف طارئة تحتم تعديل العقود. أبروح لشغلة اقتصادية شوي وبرجع لك. كان في تصريح لمسؤول أمريكي قبل كم يوم يقول كبار السن، أنا كاتبه، سيفضلون الموت على السماح لفيروس كورونا بإدارة الاقتصاد. عندي مدرسة تقول أنه حتى لو في ناس ماتت طيب خلى الاقتصاد يبقى ولو على إنسان على حساب البشر. أما فلسفتنا الفقهية وفلسفة المملكة العربية السعودية كانت واضحة أنه ماذا؟ الإنسان أولا، والفقه يؤكد أن الإنسان أولا وأنه لا ضرر ويجب لا ضرر ولا ضرار اليوم أنها تحمى. لذلك بجي للبنوك اليوم، هل عندي سؤال وأنا عندي مقال يعني قريبا قاعد أشتغل فيه، هل ستسبب البنوك في انهيار البلاد إما اقتصاديا أو اجتماعيا؟ أبجي للعقود اليوم، سيتولد إجباري عقود الناس غير قادر على سدادها. إما أن تتخذ البنوك بنود العقد، بنود العقد يقول إذا مول حق السكن، السكن المدعوم إذا تأخر عن سداد أقساط ذات أقساط يحق له البنك أن يفسخ العقد ويطلعه ولا هذا منصوص في العقد على ذلك. طيب، إما البنوك أن تقول أنا هذا حقي الاقتصادي وأنا بنوك مؤسسية، أنا سمعت تصريح الأستاذ طلعت يقول هذه مؤسسة تجارية ربحية مساهمة وهذه عقود يجب احترامها، وبالتالي أنا الذي سيتأجل ولا ما يسدد يعني أبنفذ العقد، يعني أبطلعه، يعني أبفصح عقد التمويلات
ولا اذا ما في مراعاه للظرف الطارئ. طيب باجازه عاصم عشان الوقت، هل هذه المطالبه مشروعه؟ هل هي من حقنا؟ هل هي يعني على الاقل مبادره من المفترض ان تكون البنوك؟ لا ليست مبادره، انا لذلك اليوم انا سمعتك في المقدمه. إيه؟ هل هي مبادره ولا التزام؟ مبادره يعني عمل اجتماعي، يعني انا كيفي اسويه او لا. انا اقول على البنوك بناء على المقدمه اللي اعطتك اياها، التزام ان تراعي الظروف الطارئه في امهال الناس المتضررين. انتبه حتى انهي عشان ما ادري عن وقتك. هناك ناس غير متضرره. طيب. غير متضرر يا خالد بالخيار. ما اقدر اقول كل الناس لازم اعطيها تاجيل. اما الذي تاثرت بالظروف وهذه تحتاج تدخل من مؤسسه نقل لترعى من المتضرر لكي احميه عقدا وقضاء. جميل. اما لغير متضرر فايضا البنوك حقها. انا وقتي داهمني اخيرا، يعني باقي شيء بتقوله بهالجزئيه؟ اعطيتك التوازن مهم. طيب. ما اقدر اقسط لكل الناس. طيب. الذي متضرر يفترض ان يقسط. شكرا لك استاذ عاصم العيسى المحامي القانوني المختص بالقضايا الماليه. يعني البنوك ترى لما نشوف حنا البنوك اللي حولنا في اقتصاديات اقل من قوه اقتصادنا في المملكه، ولما نشوف يعني حتى النظام الانظمه البنكيه عندنا كقوه اقتصاديه تاثيرها كبير، ترى فيه شيء بعد يمكن عندنا مو موجود عند الاخرين. حنا يا المواطنين والمقيمين بهالبلد يا البنوك، ترى احنا ما قاعدين ناخذ فوائد على حساباتنا عندكم، يعني انتم مستفيدين من هنا ومن هنا، من شار مثل ما قال يعني الامير مدينه الله يكتب خير طالع النازل، وانتم ما شاء الله تبارك الله. يعني هل ستخسر البنوك لو بادرت لمن اثرت عليه الظروف ان تؤجل اقساطه من غير ما يلحقه اي ضرر؟ ننتظر. هل هي مبادره ولا واجب على البنوك ان تقوم بهذا الجانب؟ نحن في ازمه وفي ظروف طارئه، ويجب أن تسجل الموقف البنوك في هذه الأزمة، ليس بأنها بس توفر على سبيل المثال يعني معقمات ولا توفر لها يعني أقنعة وماسكات ولا لا لا لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما نبي تتكدس في أروقة المحاكم عقب الأزمة وقضايا كثيرة كلها من الناس تضرروا بسبب تضرر النشاط والسوق بشكل عام والوظائف عندنا، يعني الشركات إن شاء الله ما يكون في نقشة أنه يعني يكون في آثار مترتبة على فصل أحيانا بعض شبابنا وبناتنا اللي يعملون في القطاع الخاص، خاصة بعض القطاعات اللي ضررت الفندقية والسياحية، وحتى يمكن حتى بعض نشاطات التجزئة وبعض المحال. يعني أو الشاهد أنه إحنا في أزمة يجب نسجل فيها موقف لأجل الوطن كواجب تجاه هذا الوطن. البنوك نترقب منهم إن شاء الله دور أكبر، مواطن يستحق وخاصة من يتضررون من هذه الأزمة بوقفة لأجل الوطن، رد الدين، رد وفاء للوطن وأبناء الوطن. إذا كانت يعني مملكتنا الغالية ما اهتمت بالجوانب الاقتصادية، الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان، الفكر الرأسمالي الموجود عند البنوك خلاص يا جماعة، يعني يجب أن يكون لكم إسهام فعلا حتى نحفظ لكم الود ويكون نؤمن فعلا بمدى تأثيركم على الوطن اقتصاديا وكذلك اجتماعيا. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. يا هلا فيكم من جديد. اليوم راح نفتح ملف التجارة الإلكترونية في ظل الأزمة اللي حقيقة يمكن في قصص نجاح رائعة جدا ونشطت كثير من التطبيقات والتعامل معها، والجميل كما ذكرت سابقا لا حكومية من خلال خدمات إلكترونية كنا مستعدين بفضل الله وأفادتنا وقت الأزمة، ولا كذلك ولا تعطلت مصالح الناس، ولا كذلك استعدادنا في ملف التجارة الإلكترونية من خلال الاستثمارات الموجودة في هذا القطاع والرواد الموجودين من الشباب والفتيات اللي استثمروا في القطاع، قطاع التجارة الإلكترونية. خلوني أرحب بضيوفي، معي الأخ سلمان بت
من مكة المكرمة عبر السكايب طبعا جميعهم، وهو شريك مؤسس لتطبيق سلة. أرحب كذلك بالأخ عبد الله السبيعي معنا من الرياضة والرئيس التنفيذي لتطبيق نقوة، وكذلك أثلث بالترحيب للأستاذ علي الغامدي من الرياض معنا، وهو متخصص في ملف التجارة الإلكترونية. راح يعني اخذ ارائكم وتجاربكم وحديثكم للناس حتى اللي في بيوتهم كيف يمكن يستفيدوا من التجاره الالكترونيه في تسهيل حياتهم، وكذلك يعني الشراء والبيع من غير الحاجه للخروج من منازلهم. نتابع هذا التقرير او هذا الفيديو مع بعض. الله يوم ابتدت رحله وطن والله البادي ابتدت معه قصه طفل حلمه يكون تاجر وطموحه راس ماله. طموحه يكبر معه ويكبر الوطن في عينه وقلبه. ومن القوافل التجارية للقطارات، ومن بضاعة على ظهر الإبل للمطارات، تروي حكايات في زوايا وطن، من غرب لشرقه ومن جنوب لشماله. شهادة قلبه تمر الأيام والوطن يصير من ضمن مجموعة العشرين بقوة اقتصاده، والتاجر الصغير أحد رواده، وجت رؤية 2030 تكمل المسيرة وتمهد الطريق عشان التجارة تتمدد وتصير الأسواق في كل يد. الحين الكل وده يستثمر في هالبلد اللي يحفظ الحقوق ويطمن الناس. نظام التجارة الإلكترونية تطمن. طيب خليني أبدأ مع خليني أروح لمكة الأخ سلمان. يعني أنتم ما شاء الله عندكم تطبيق سلة، عطني وش قصة هذا التطبيق وش يقدم كذلك من خدمات للمستهلكين؟ منصة سلة هي منصة تتيح للتجار إنهم يأسسوا متاجر إلكترونية بدون ما يحتاجوا إلى مبرمجين ولا مصممين مواقع، بمفهوم التقنيات الحديثة يلاقوها كلها موجودة عندهم راكبة في المتجر الإلكتروني حقهم. أسسوا المتجر الإلكتروني بشعاراتهم وبالبراند حقهم بالهوية حقتهم بكله، بس اللهم يعتبروا منصة سلة والعاملين فيها زي شركائهم التقنيين في تأسيس المتجر الإلكتروني وتشغيله على كامل المدة، سواء فترة التأسيس أو فترة التشغيل. طيب، بينما يركز التاجر العمليات التجارية حقته. طيب سلمان، تجربتنا في السعودية في موضوع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الداعمة لها كيف تشوفها؟ الحمد لله تجربة واعدة جدا، وما شاء الله اخترقنا فيها يعني حواجز وفترات زمنية طويلة جدا. اليوم يعني الحمد لله ساهمنا في رفع الوعي التجار اللي كان مفهومهم في البداية انه يبيع على الانستغرام هو معناته تجارة إلكترونية. اليوم التجار هذول يحولوا إلى متاجر إلكترونية وتطوروا وصار عندهم فروق وصاروا يوظفوا ناس ويشغلوا ناس ويقدروا يتكلموا مع شركات الشحن ويتكلموا مع إنهم كيف يعدلوا في مفهوم الإيكو سيستم بالكامل حق التجارة الإلكترونية. جميل. الحمد لله يعني النمو يعني واضح جدا. وفي الأزمة أفادتنا كيف؟ لا، كان في يعني كثير من التجار موجودين أوفلاين وموجودين أونلاين وقدروا إنهم يعني يتجاوبوا مع أوامر الإغلاق والأشياء هذه الاحترازية ويركزوا على الشغل حق الأونلاين، بالإضافة إلى إنهم ساعدوا معارفهم وجيرانهم اللي كانوا في المحلات جنبهم إنهم يقولوا لهم والله في منصات اليوم موجودة وسهلة تسهل عليكم الموضوع، ما يحتاج إنك تبرمج وتأخذ شهور على إنك تبرمج، تقدر اليوم تأسس متجر في السلة وبكرة تطلع لايف وتبدأ تبيع. جميل. طيب خلينا نروح لتجربة حاضرة عندي عبد الله. عبد الله عندك تجربة في تطبيق نقوة، عطني بس وش يعني ملخص لتجربتك، التحديات اللي واجهتك، القطاع بشكل عام كيف شفت الإقبال عليه والاستثمار فيه، ومدى فعلا يعني مناسبتها للظروف اللي احنا نمر فيها. عبد الله، طيب عبد الله صوت عبد الله مش واصل يعني من عبد الله، بس الله يعطيك العافيه لو تتاكد بس من الصوت من عندك انه فعلا الان اسمعك. الان اسمعك. عفوا، اسعد الله مساكم بكل خير، واتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع وجميع المشاهدين. احنا اليوم نقوى
عدة سنوات كنا نعمل في قطاع المطاعم ونوصل طلبات المطاعم. اليوم أو خلال مع بدء وقت الحظر صدرت توجيهات كريمة أننا نتحول جميعاً وجميع التطبيقات الأخرى اللي تعمل في مجال المطاعم إلى خدمة الناس وحفاظاً على صحتهم وصحة الأهالي، إلى أن نخدمهم في توصيل السوبر ماركت، في توصيل الصيدليات، في توصيل المستلزمات الأساسية للعوائل. وهذا اللي اليوم حنا حريصين عليه ونحاول نخدم فيه الجميع. اليوم عندنا تحديات كبيرة، لكن أهم تحدي للجميع هو صحتنا، وأننا نتعدى هذه الأزمة إن شاء الله بكل خير وبأقرب وقت. صحة الإنسان بدون شك كما ذكرت هي الأهم. حفاظنا على اقتصادنا بلا شك يأتي في أهمية، لكن بعد الصحة. وجودنا اليوم أننا نعمل على محافظة على الطرفين، صحة الإنسان في بقائه في منزله، وأننا نخدم الجميع، نخدم جميع آلاف الأسر المحتاجة للأساسيات الغذائية في المنزل، أن كيف نوصل لها ونوصل لها الاحتياجات. طيب خليني أتكلم يمكن عبد الله، يعني سواء مثل فكرة تطبيقكم نقوى وحتى من غيرها من تطبيقات اللي تسهل للناس يعني التبضع والشراء المستلزمات اللي تخصهم سواء غذائية ولا حتى غيرها من المستلزمات. يعني سؤالي هو الآن، يمكن عندنا بعض القطاعات قفلت أو بعض مثلا يعني المحلات أقفلت، يعني إما إقفال خلال الفترة بشكل عام طوال الوقت أو بالإقفال الجزئي اللي يصير في أوقات الحظر التجوال. كيف يمكن يكون دور لها التطبيقات في علاج الفجوة اللي صارت من هالإجراءات الإغلاق؟ جميل جدا. اليوم زي ما ذكرت في بداية الحلقة انتشرت مقاطع لكيف التدافعات في السوبر ماركت والأشياء هذه. اليوم دورنا كتطبيقات أننا نساعد الجميع في توفير المنتجات هذه بدون ما يحدث مثل هذه الأمور. عديد من التطبيقات اليوم من ضمنها نقوى مصرحة بالعمل خلال أوقات الحظر. نحن في وأنتم في منازلكم نستطيع خدمتكم وتوفير جميع احتياجاتكم بدون ما تضطر للخروج والاختلاط مع الناس. الحل في لتجاوز هذه الأزمة للجميع هو أنه أقل عدد ممكن من الناس هو يخدم العدد الأكبر. اليوم حنا ونوجه رسالة للجميع، يعني الشباب السعوديين اليوم أو في الأمس صدرت توجيهات بأن يعني أعتقد أن الجميع اليوم في كثير من الناس يرغب في خدمة وطنه في هذه الأزمة. صحيح. يرغب في تقديم شيء. اليوم حنا في حاجة كبيرة لخدمة الألاف من الأسر أو مئات الألاف من الأسر، نواجه صعوبة في خدمتهم لعدم توفر جزء أساسي وهو الشباب اللي يقدرون يساعدونا في توصيلها إلى المنازل. اليوم حنا نوجه رسالة للشباب هذولي اللي متحمسين لخدمة وطنهم، متحمسين لمساعدة الناس بشكل عام، أننا في حاجة لكم، جميع الأسر في المملكة في حاجة لكم، وهذه فرصة كبيرة لمساعدة الجميع. حتى أتوقع يمكن لها بعدين، يعني لها بعد أول شيء أنه يكون لهم إسهام في إيصال الطلبات للناس من خلال التطبيقات. الشيء الثاني مصدر دخل بعد لهم، يعني ويستفيدون بدون شك. نعم، ومصدر دخل ممتاز أيضا. هذه فرصة للشباب اللي الآن يعني أعتقد الكثير الآن يعاني من موضوع خلال وقت الحجر الصحي على الجميع أنه يعني ما يجد. طيب خليني بس أنا بطلع بس قبلها، بس ودي يعني علي أخوي علي الغامدي، علي يعني كحل الآن لعلاج يمكن الفجوة اللي صايرة مع إغلاق كثير من المحال ومع حظر التجوال، كيف يمكن أنه يعني يكون استثمارنا في هالقنوات، قنوات التجارة الإلكترونية ذات فاعلية، كيف تكون ذات موثوقية حتى عندي أنا كمستهلك وأكون مطمئن أني أطلب اللي طلبته يجيني وبالأسعار المعقولة بشكل عام؟ هذه يمكن توجسات دائما المستهلك يقول هذه أقدر أتفاوض فيها مباشرة مع لما أروح أشتري وبيع، لكن لما أطلب إلكترونية يمكن ما تكون هالنقطة موجودة. يعطيكم العافية. في الحقيقة الفجوة الحالية اللي موجودة بين واقع السوق خصوصا أوفلاين والتحول إلى أونلاين، وزارة التجارة مشكورة قاعد تقوم بجهود لدعم التجارة الإلكترونية وتحويل سلوك الناس الحالي إلى التجارة الإلكترونية. خلال الأسابيع الفائتة في اختلاف وتحسن في سلوك العميل من خلال الشراء من المحلات إلى الأونلاين، نشوف في أرقام زادت خصوصا على طلبات المتاجر العالمية والمتاجر المحلية، كذلك مبادرات مجلس التجارة الإلكترونية البريد السعودي
وزارة التجارة كلها في كقطاع القطاع القطاع اللوجستي القطاع اللوجستي عندنا ما يتعلق بالشحن وكذلك والنقل والتوصيل جاهز عندنا خلال ثلاث سنوات اللي راحت اتوقع فيه انا اتكلم الان الان, الآن يعني احنا اشتغلنا الفتره الماضيه لكن نعم. الان في ظل الازمه هل هو جاهز ولا هناك تحديات؟ ابي اخذ رايك في هالنقطه. هناك تحديات. أباخذ بعطيك فرصه بس عشان ما اقطع فكرتك بعد ما نرجع من هالفاصل. فاصل ونرجع. أهلا بكم من جديد، نتابع حديثنا عن التجارة الإلكترونية ودورها في هذه الأزمة لدينا في السعودية. تابع مع ضيوفي من مكة الأستاذ سلمان بت الشريك المؤسس لتطبيق سلة، من الرياض معي كل من عبد الله السبيعي رئيس تنفيذي تطبيق نقوة، وكذلك الأخ علي الغامدي المختص في التجارة الإلكترونية. علي، سألتك قبل الفاصل عن التحديات اللي تواجه هذا القطاع وكيف يمكن أننا يعني نواجه التحديات في هالأزمة حتى يكون هناك يعني انتشار وتأثير أكبر للتجارة الإلكترونية وللتطبيقات الخاصة فيها. كما ذكرت أنت، هناك في طلب عالي على خدمة التوصيل من التاجر الإلكتروني حاليا، اللي نأمل أن يكون في ترخيص أكبر للعاملين في مجال التوصيل، خصوصا رواد الأعمال العاملين حاليا. الفجوة بين الأوفلاين والأونلاين راح يكون في وعي أكبر للمستهلكين، راح يكون في استثمار أفضل حتى من أصحاب المتاجر الإلكترونية وأصحاب الشركات العاملة في مجال الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات خصوصا في هذه الفترة. جميل، طيب خلينا نروح للأخ سلمان. أخ سلمان، يعني هل التجارة الإلكترونية كذلك هي بديل لبعض القطاعات أو بعض كذلك يعني سواء منافذ بيع اللي أغلقت كليا في الأزمة أو حتى كذلك بعضها جزئيا مع أوقات حظر التجوال، هل الحلول الإلكترونية قد تكون من ضمن الحلول اللي يمكن يلجؤون لها ويستثمرون فيها في هالفترة؟ صحيح، واحدة من الأشياء اللي حرصنا فيها إنها تتوفر في منصة سلة إنه ما تكون فقط سلة هي تأسيس لمتاجر إلكترونية لقطاع التجزية أو الأشياء اللي هي الجاهزة المنتجات، إنما ممكن حتى مكاتب الاستشارات، حتى المنتجات الرقمية، حتى الأشياء هذه ممكن الناس يلجأوا إلى الأونلاين. وكمان سعينا إنه إحنا نوفر أغلب الحلول في الخدمات اللوجستية إنها تتوفر للشريحة الأولى اللي هي تعتبر هي الأضخم في البيزنس وهي الأضخم في التأثر في هذه الفترة. ففي شركات شحن ونقل وتوصيل سواء داخل المدن أو بين المدن كثير منها مرخصة وكثير منها زي ما تفضل الأخ في طريقها إلى أنها تأخذ وضعها في فترة حظر التجول إن شاء الله بعد ما وزارة الاتصالات يعني إن شاء الله يرخصوهم. هذول أغلبهم متوفرين على المنصة ويقدر التاجر يستفيد منهم، يفعلهم في ضغطة زر وعلى طول يعني الطلب حقهم يتحول من المتجر إلى شركة الشاحن وأوتوماتيك ممكن الموضوع يوصل للعميل. طيب عبد الله، يعني في مسألة الثقة ما بين المستهلك، وحنا نتكلم الآن المستهلكين في بيوتهم غالبية أوقاتهم، وما بين يعني بعض التطبيقات أو متاجر إلكترونية، وبعضهم قد تعرض سابقا تلقى يمكن طلب شاف صورة شيء من المنتجات وطلبها وتفاجأ أنه يوم جت للبيت أنه غير ما تخيل أو غير ما طلب أو أنها ذات جودة رديئة أو غيرها. كيف يمكن نعزز هالموثوقية؟ كيف نضمن يعني أنه التطبيقات سواء كانت وغالبا يكون دورها وسيط أن تضمن أن المنتج اللي يأتي يكون ذا جودة عالية في النهاية عند المستهلك، وثانيا أنه ما يكون في كذلك البعض يمكن يعني يلوم بعض التطبيقات بالأسعار المبالغ فيها كنسبة للفائدة أو الخدمة للتوصيل على سبيل المثال، يقولوا عقل هالأزمة يقللوا يا جماعة كمبادرة منكم بس يعني اللي موضوع رسوم التوصيل. عبد الله،
طيب عبد الله الصوت عبد الله انا وياك دبدبت بالحلقه الصوت وانا اخوك عفوا انا طيب اسلم جميل عفوا لعلنا يمكن ما ينطبق علينا بمجالنا الموضوع الاختلاف في الطلب عندي بحكم اننا نعمل في قطاع الاغذيه والمطاعم فغالبا ما يختلف لكن دعني اجيب سؤالك بشكل عام اليوم التجارة الإلكترونية وفرت للجميع ميزة أنه يقدر يطلب وهو في مكانه وتوصله البضاعة أعتقد أغلب العاملين في التجارة الإلكترونية اليوم وفروا أيضا إمكانية استرجاع البضاعة الآن الدولة مشكورة يعني أصدرت تنظيمات مؤخرا بخصوص التجارة الإلكترونية وألزمت جميع المتاجر الإلكترونية بوضع سياسة للاسترجاع سياسة للاستبدال سياسة لإعادة المبالغ في حال تعثرها وتم تحسينها هذه السنة بحيث أنه ما تتجاوز 3 أيام لو المبلغ في حال رفض العملية أو في حال أي مشكلة يعود إلى حساب العميل جهود كثيرة جالسة تبذل اليوم لتسهيل العملية هذه وتسهيل إمكانية أن الجميع يقدر في أي مكان وفي مكانه يصله أي منتج يرغب طيب أطلع فاصل وبعد الفاصل للحديث بقية تابع حديثنا موضوع التجارة الإلكترونية خليني أروح للأخوي علي علي أنا كيف أضمن حقي كمستهلك إنه يعني لا يكون هناك استغلال لي حتى لو كان عبر تطبيقات إلكترونية ونعزز فعلا ثقافة الحقوق وتطبيق حتى يمكن ما جاء في نظام التجارة الإلكترونية اللي صرت وزارة التجارة يبقى دور المستهلك في الحقيقة هو البحث عن متجر موثوق مسجل في خدمة معروف من وزارة التجارة في المقام الأول المقام الثاني تأكد من بعض آراء المستهلكين عن المتجر قبل الشراء منه وفي حالة وجود أي مشكلة حماية المستهلك وزارة التجارة مشكورة هناك بلاغات متخصصة في التجارة الإلكترونية لحماية المستهلكين من المتاجر الغير موثوقة أو المخادعة أو بيع حتى منتجات مقلدة جميل طيب الحقيقة يمكن الوقت دائمني لكن أشكركم وبالتأكيد التجارة الإلكترونية تنظيم احنا اشتغلنا على مسارين في الفترة الماضية كان في جهود تشريعية تنظيمية من وزارة التجارة في تطوير يعني وضع نظام لهذه التجارة الإلكترونية دعم وتحفيز حتى الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية وهذا خلانا بالأرقام نتحدث عن إنجازات كبيرة في هالجانب وكذلك جاهزيتنا التقنية والإلكترونية وعندنا قصص كثيرة للشباب وبنات الوطن أبدع وأشكر سلمان بتكل معنا من مكة الأخ عبدالله السبيعي وعلي الغامدي من الرياض شكرا جزيلا لكم والله يعني يديم علينا الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان ونلتقي دوما إن شاء الله يعني في قصص أخرى طيب خلينا الشباب نشوف نافذة التم اللي يشاركونا فيها الناس بمقاطعهم تابع حمراء الرجاء الجلوس في منازلكم وعدم الخروج نهائيا البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة فيروس كورونا كلنا مسؤول من يا بابا سلمان أنت الموكل بعد الله الله يحفظ وطالة وأقدار الصحة وجلود الوطن السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين في هذه الليلة 1 شعبان 1441 تمت ترقية الى رتبة رب الأول بعد حمد الله سبحانه وتعالى كانت الأمنية والحلم أن تكون الوالدة هي من يقوم بهذه المهمة وكان لي الشرف أن تقوم بها ولكن نظرا للأوضاع الحالية التي يمر بها العالم والحجر المنزلي كلف أبنائي بهذه المهمة أتمنى الصحة الدائمة للعالم أجمع وتحية إجلال واحترام لزملائي في الحد الجنوبي وتحية إجلال واحترام لأبطال الصحة
كذلك تحية احترام لزملائي في الداخل. تحياتي ووطننا بكل صحة وسلام. من حامل علم وعزم السيوف وهدي القلم. تحياتنا لك ولكل المرابطين، الرجال الأمن، جنودنا على الحد الجنوبي، أبطال الصحة، القطاعات أخرى يعني اللي يعملون لأجل الوطن، موظفي أرامكو الله يعطيهم العافية وجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب، كل من يعمل للوطن ويعتكف في الميدان ويواجه كل التحديات لأجل الوطن قبلة على جبينه. الحقيقة يمكن يعني احنا بدأنا برنامج تم من بداية موضوع كورونا، حرصنا أن نكون معكم دوما قلبا وقالبا مع الوطن ومع المواطن المسؤول والمقيم المسؤول كذلك. لذلك ستكون هذه الحلقة هي يعني ختام برنامج تم وليست النهاية. بالتأكيد سنضع جميعنا حقيقة يمكن هذا الشال اللي نفتخر فيه كلنا ونقول كلنا مسؤول، وأنا باسمي وباسم كل يعني العاملين معي في البرنامج الله يعطيهم العافية كلنا مسؤول. لذلك الهيئة الإذاعة والتلفزيون وفي إطار مسؤوليتها ومشاركتها في الحملة الوطنية لكلنا مسؤول ابتداء من الأحد القادم إن شاء الله، أنا وزملائي وفريقنا كله سنكون معكم في برنامج اسمه كلنا مسؤول على قناة السعودية، يأتيكم يوميا حتى الجمعة والسبت 7 أيام لن نتوقف، مباشرة بالمعلومة بالتغطية بالمتابعة بنقل صوتكم للمسؤول من المسؤول لكم 5 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من الأحد على قناة السعودية، وسيكون على SBC الساعة 8 يعاد ويعرض. شكرا لكم، كلنا مسؤول ومع الوطن هذا واجبنا، إعلام مسؤول لمواطن مسؤول من مصدر مسؤول. الله يحفظكم في أمان الله.